وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك أستاذ هاني، يعني خليني أبدأ معك في البداية بأول إشارة بدء تلقيتموها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين منذ 7 أكتوبر الجاري، جهودكم في هذا الإطار يا فندم. كده الحمد لله التحالف الوطني قدرنا نعمل كذا مرحلة. أول مرحلة كان في 108 شاحنة فيهم طبعا مليئة بالمساعدات المختلفة، وكان تاني مرحلة 185 شاحنة، ثالث مرحلة كانت 102. يمكن الحمد لله يوم الجمعة اللي فاتت أو يوم الخميس بالضبط بالليل طلعنا 557 شاحنة، ودي كانت في فعالية دعم قضية فلسطينية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن الحمد لله مصر دلوقتي أو التحالف الوطني وصل لحد الإجمالي عدد شاحنات ب 957 شاحنة. الحمد لله يمكن على مستوى مصر والوقود اللي دخل وكل الحاجات اللي دخلناها، الحمد لله مصر يمكن كمية المساعدات اللي وديناها لأهالينا في قطاع غزة تتعدى 87% من إجمالي المساعدات اللي جت من الدول كلها يعني. الحمد لله يمكن مصر الحمد لله قدرنا نودي عدد كبير جدا من الأدوية الطبية والأجهزة وأيضا المواد الغذائية المعلبة وأعداد كبيرة من المية، أطنان من المية ومخيمات وبطاطين. الحمد لله ما سيبناش حاجة، الحمد لله هم طلبوها مننا هناك وما وصلناها. هتحدث معك أستاذ هاني عن هذه الأرقام بالتفصيل، ولكن يعني أريد أن أعرف منك كيف استطعتم التحرك السريع والاستعداد بهذه السرعة بكل هذا الكم من المساعدات الإغاثية في أول إشارة بدء يعني وجهها لكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الحمد لله يا فندم، كان عايز اقول لحضرتك ان فعلا كان خلال 48 ساعه قدرنا ان احنا نجهز الاول مرحله كانت 108 شاحنه. انا يعني بجد التحالف الوطني فرق معانا جدا ككيانات في الجمعيات واهليه ومؤسسات، فرق معانا جدا في التنظيم وان احنا نقدر بدل كنا في الاول طبعا بنشتغل كل المساعدات كانت داخليا بس داخل مصر، ولكن كانت اول مره لينا ان احنا كمؤسسات مجتمع اهلي ان احنا نطلع نقدم مساعدات خارج مصر. فطبعا كان تحدي كبير، وكان بجد ال 34 كيان الموجودين داخل التحالف بجد انا بشكرهم جدا لان كان في تعاون غير طبيعي. وخلال 48 ساعه ان احنا نجهز 108 شاحنه فيهم كل المليئه بكل المساعدات، فده كان تحدي كبير. وبرضه عايز اقول لحضرتك بشكر جدا بصراحه كل الشعب المصري على دعمه لينا كمؤسسات مجتمع اهلي وعلى تبرعاتهم اللي هم بيقدموها الفتره دي عشان اهالينا في قطاع غزه. بجد كل ده بجد انا شايف ان كيف حشدتم كل هذه الجهود يا فندم لإنجاز هذه المهمه في هذا الوقت القصير، يعني الآلية التي عملتم بها؟ طبعا غير كل كيان عندنا الموظفين بتوعنا، ولكن انا بجد المتطوعين فرقوا معانا جدا. اولا هم يعني من غير المتطوعين ما فيش اي مؤسسه اهليه تقدر تشتغل لوحدها. المتطوعين بجد شباب يعني بجد زي الوالد، شباب قد ايه متحمس وقد ايه عايزين يساعدوا ويساعدوا كمان اهلينا في فلسطين، وكانوا معانا على طول خطوه بخطوه حتى لما رحنا المعبر وفضلوا متواجدين هناك وفضلوا متواجدين لحد ما الحاجه فعلا دخلت اول مره اول مرحله. وحتى اليومين دول يوم الخميس اللي فات لما طلعنا 557 شاحنه برضه حاليا متواجدين هناك وبيطمنوا ان العربيات فعلا دخلت جوه المعبر. فبجد موضوع المتطوعين ده فارق معانا جدا كمؤسسات، وهم بيتزايدوا بالاعداد يعني بقى عندنا اعداد بالالافات. كل ده طبعا فارق جدا معانا كمجتمع اهلي يعني. طيب بالحديث عن مؤتمر
تحيا مصر وفلسطين اللي حضروا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت فعالياته في استاد القاهرة. يعني لفتة طيبة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يكون حريص على توجيه الشكر والدعم لكل المشاركين من منظمات المجتمع المدني وبالأخص يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كيف تلقيتم هذا الأمر وحرص القيادة السياسية على التواجد معكم وإعطاء إشارة البدء لاستكمال مسيرة دعم الأشقاء في فلسطين؟ يعني نتحدث عن أعداد كبيرة أيضا، يعني فكيف تلقيتم هذه اللفتة الطيبة؟ طبعا أنا كعضو تحالف وطني تشرفت أن أنا أكون موجود في هذه الفعالية وأن أنا أكون متواجد أصلا أيضا في صورة تذكارية مع فخامة السيادة الرئيس. بجد بشكر جدا سيادة الرئيس لأنه هو داعم للمجتمع الأهلي منذ انطلاق حتى مبادرة حياة كريمة وأيضا عام 22 وهو كان عام المجتمع الأهلي، فهو مؤمن جدا بالعمل الأهلي وعارف قد إيه إحنا كمؤسسات مجتمع أهلي الحمد لله في مصداقية وبنشتغل بقوة جدا، فدعمه دايما لينا وأيضا في الاحتفالية أو الفعالية اللي إحنا كنا موجودين فيها في استاد القاهرة قد إيه هو شكره لينا وإيمانه بالتحالف الوطني، ده يخلينا فعلا نقدر نشتغل بحبه ونشتغل كمان اكتر من كده، لان دعمه لينا ده بيفرق معانا جدا وبيخلي روحنا حتى المعنويه ترتفع جدا، ان احنا نقدر ان شاء الله مزيدا من اللي احنا نطلع اكتر من كده، واحنا عندنا تحدي ان شاء الله كل يوم نقدر نطلع 200 شاحنه يوصلوا لاهالينا في قطاع غزه باذن الله بعد ان شاء الله احتفاليه سياده الرئيس او فعاليه سياده الرئيس في استاد القاهره. يعني بنتحدث عن تسيير اكثر من 500 قاطره محمله بالادويه والمواد الغذائيه والملابس والاغطيه وما غيره، يعني باجمالي 8950 طن من المساعدات الموجهه لفلسطين. 9950، يعني هذا الرقم الكبير والحجم الكبير من المساعدات، وكما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ما تم تقديمه في خلال الفترة الأولى من يعني هذا العدوان على قطاع غزة ربما مع الهدنة ستزيد وتتضاعف هذه الأرقام، كيف تستعدون لهذه المرحلة؟ احنا عايز اقول لحضرتك احنا على هبة الاستعداد على طول، احنا متواجدين على طول بنجهز حاجتنا منذ يوم يعني اول انطلاق اول شاحنات حتى الان، يعني احنا متواجدين بنجهز في المواد الغذائيه والميه والاجهزه الطبيه وكل حاجه عشان نقدر نطلع اكبر اعداد كل يوم ان شاء الله، وده تحدي كبير ان شاء الله كمجتمع اهلي والتحالف الوطني كله ان احنا ان شاء الله نقدر نطلع باذن الله 200 شاحنه زي ما قلت لحضرتك يوميا. وفعلا كلنا بنشتغل بحب وتعاون كبير جدا، وعايز اقول لك حتى اجتماعاتنا كل بنجتمع يعني يوم ويوم مع بعض كلنا عشان نشوف كل واحد حتى محتاج ايه من الثاني، انت هتطلع ايه فانا اطلع حاجه ثانيه، يعني في التعاون ده كان انا هنكر على حضرتك ان كان مش موجود قبل كده، انما منذ وجود التحالف الوطني بقى في بلان واضح وبقى في تعاون كبير فرق معانا جدا في الفتره دي وبالذات في الـ 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 الازمه الكبيره اللي موجوده حاليا في قطاع غزه. ده صحيح دور جديد لينا احنا مبسوطين جدا ان احنا بنعمله، وبرضه عايز اقول لحضرتك ان بشكر فعلا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قد ايه الضغط المصري على اسرائيل ان احنا ندخل المساعدات دي، ده مش حاجه هينه خالص، وايضا لما دخلنا الوقود كمصر كل ده دور كبير جدا بتلعبه كده السياسيه، والحمد لله ان هي دي مصر دايما مصر رائده يعني في كل حاجه الحمد لله. طيب خليني ايضا اتحدث معك عن دور المتطوعين وهذا الوعي لدى المواطن المصري في التطوع لدعم الاشقاء في فلسطين وتقديم كل ما لديه او في استطاعته من مساعده. شمولية الدعم وشمولية النوعية اللي أيضا بتتطوع، يعني احنا شايفين نماذج كتير
أعمار مختلفة أيضا، يعني هناك مشاركة كبيرة من أعمار صغيرة في السن. صحيح يا فندم، كان عايز اقول لحضرتك ان انا بقالي في المجتمع الاهلي بشتغل فيه، وكنت في الاول خالص من بداياتي وانا شاب صغير كنت متطوع بقالي اكثر من 25 سنه. الموضوع اختلف تماما الفتره دي، ودي حاجه انا شايفها حاجه حلوه جدا. زي ما حضرتك اشرتي الاعمار المختلفه، انا بشوف اطفال صغيرين جدا في سن يعني عايز اقول لحضرتك فوق الكي جي بلاقيهم جايين عايزين يشاركوا وعايزين يلعبوا معانا. المدارس كلها الابتدائي وبداوا ان هم يتصلوا بينا عايزين يجوا يلعبوا كراتين، يعملوا اي دور هم مؤمنين بيه. عايز اقول لحضرتك ان هم بيكتبوا كمان رسائل على الكراتين وعلى كراتين الميه عشان يوصلوها لاخواتهم هناك في قطاع غزه. الروح الجميله دي اللي انا شايفها سواء من الاطفال الصغيرين او الشباب الكبار فتيات او فتيان، بجد روح جميله جدا. وكلهم كمان في تزايد كبير جدا في الاعداد، كلهم حابين ان هم يبقوا متواجدين وبيشاركوا. زي ما حضرتك شفتي في استاد القاهره اعداد كبيره جدا من المتطوعين قاعدين، قد ايه حابين القضيه، حابين ان هم بيشتغلوا في عمل خيري. فبجد الموضوع الروح بقت مختلفه، وده انا ما كنتش شايفه، يعني ما كانش موجود فعلا برضه زمان بالطريقه دي. فدي روح حلوه جدا هتفيدنا احنا كمان كشباب موجودين في مصر، ان الموضوع يتغير. موضوع الحب الخير ده بيخليه يعني حياته كلها تتغير بعد كده. يعني احنا طبعا بنشكر جهودكم، يعني جهود كبيره ويعني عمل دائما متواصل ليل نهار. فالحقيقه يعني ما تقومون به الان هو يعني اسمى معاني الانسانيه التي يعني متمثله في كل ما تقدموه من جهود ومن مساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صنع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.